معنا الآن من محيط البيت الأبيض في واشنطن مراسلنا مجدي يازجي. مجدي مرحبا بك من جديد. الاحتفالات ما زالت مستمرة ومن المتوقع أن تزداد هذه الحشود في الوقت الذي سيتحدث فيه السيد بايدن إلى الأمريكيين. ضعنا في أجواء ما يدور حول البيت الأبيض هذا المساء. مهند، الأمواج البشرية تتدفق موجة تلو الأخرى كما تشاهد خلفي، وسأدع الكاميرا تتحدث لأن الصورة بألف كلمة في الحقيقة في هذه اللحظات. شاهد الأعداد الكبيرة مهند، هذه الأعداد كنا أنت وأنا نتحدث في هذا الصباح ونتابع، طبعا لك أن تلاحظ الفرق. يعني في الصباح كنا نتحدث عن 1000 أو 2000، أعتقد الآن تجاوزنا قد يكون الحاجز 5000 في كل هذه المنطقة المحيطة بجادة بلاك لايفز ماتر. الناس والمحتفلين والمشاركين مهند لا يتوقفون عن التدفق إلى هذه المنطقة، يبدو كلهم على موعد مع الكلمة المرتقبة للرئيس المنتخب جو بايدن. هناك حالة من الفرح، هناك حالة من الانتشاء والنشوة إن صح وصفها بذلك أيضا بهذا الانتصار. لا ننسى مهند أن واشنطن دي سي العاصمة الأمريكية هي عرين ومقر كبير جدا للحزب الديمقراطي، وهؤلاء هنا كلهم من أنصار، أو أغلبهم على الأقل من أنصار الحزب الديمقراطي والمؤيدين للمرشح جو بايدن، والرئيس المنتخب الآن هو جو بايدن. شاهدنا في الحقيقة لافتات صغيرة لما كتب عليها Republicans for Bidens، يعني أي الحزب الجمهوري أو من أنصار الحزب الجمهوري المؤيدين لبايدن، وهذه في الحقيقة كانت مشاهدة فارقة ولافتة أن نشاهد من أنصار الحزب الجمهوري هنا يعني يشاركون هؤلاء المحتفلين ويساهمون أيضا في موضوع المراسم الاحتفالية بانتصار جو بايدن بالانتخابات الرئاسية. عدا ذلك المشهد احتفالي كبير، المشهد فيه استعداد للكلمة المرتقبة، المشهد فيه حالة من الفرحة العارمة، موسيقى، رقص، احتفالات، ويعني والأرقام تتدفق بشكل كبير جدا مهند كما تشاهد هنا، سواء عن يميني وكذلك عن يساري. إليك مهند. شكرا لك مجدي يازجي من محيط البيت الأبيض هنا في واشنطن. نبقى الآن في واشنطن من مكان آخر، معنا مراسلنا جو ثابت. جو مرحبا بك أيضا، دعنا في أجواء ما يدور من حولك، وإذا كانت هناك أي أخبار عن البيت الأبيض عن الرئيس ترامب في هذا المساء. الرئيس ترامب يرفض الحديث مع أي كان داخل البيت الأبيض، هذا ما علمت به سكاي نيوز عربية. المكتب الإعلامي مقفل ولا اتصالات مع الصحفيين ولا يوجد أي بيان صادر عن البيت الأبيض، باستثناء بعض التقارير التي تحدثت عن أن مستشارين مقربين من ترامب يحاولون إرسال رسائل إليه يدعونه فيها إلى قبول نتيجة هذا الفوز، فوز جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. في الوقت نفسه الأنظار متجهة إلى الكتلة الجمهورية أو الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ بزعامة ميتش ماكونيل، الجميع ينتظر كلمتها في هذا الأمر لأن لديها التأثير الكبير على مسار اتجاه الأمور في الأيام المقبلة. من الناحية القضائية على ترامب أن يتحرك قضائيا إذا رغب بالطعن بالانتخابات أمام المحاكم، أن يتحرك قبل 6 ديسمبر. أيضا هناك تحضيرات تحصل في واشنطن فيما يتعلق بانتقال الملفات الحساسة ذات الطابع الأمني. أيضا علمنا بأن قادة الأجهزة الأمنية سيلتقون بجو بايدن الأسبوع المقبل وسيتم إيجازه فيما يتعلق بالملفات الحساسة. هذه هي الصورة في الواقع حتى الآن. يمكن القول بأن حالة الصمت والسكون تسيطر على البيت الأبيض ولا يوجد أي كلمة من قبل مكتب ترامب باستثناء ما ذكرته قبل لحظات. طبعا ننوه فقط إلى أن الرئيس ترامب عاد إلى البيت الأبيض بعد ظهر اليوم، كان قد أمضى اليوم صباح اليوم والظهيرة في نادي للغولف في ولاية فيرجينيا، ولكن الآن عاد الرئيس إلى البيت الأبيض، ولكن على ما يبدو ليس هناك أي تصريحات أو مواقف سيدلي بها هذا المساء، على الأقل هذه المعلومات كما أشار إليها جو قبل قليل. شكرا لك جو ثابت من البيت الأبيض في واشنطن. الآن إلى فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا، معنا من هناك مراسلنا رضا بوشفرة. رضا مساء الخير، ضعنا في صورة ما يجري في هذه الولاية التي حملت جو بايدن
إلى سدة الرئاسة. نعم مهند، اليوم هناك أكثر من حدث هنا في ولاية بنسلفانيا. صحيح أن الحدث الأبرز هنا هو فوز جو بايدن بفضل أصوات هذه الولاية البالغة عددها 20 صوتا في المجمع الانتخابي، لكن هناك أحداث أخرى من بينها الندوة الصحفية التي نشطها رودي جولياني، التي قال فيها إن الرئيس ترامب لن يعترف بنتائج الانتخابات لعدة أسباب، أهمها التلاعب ب 600 ألف صوت في ولاية بنسلفانيا. رودي جونيالي تنقل من نيويورك إلى بنسلفانيا ونشط ندوة صحفية وشكك في كل الأرقام التي فاز بها جو بايدن هنا في هذه الولاية. رودي جونيالي من الملاحظ حسب مراقبين لم يعطي أي أدلة أو أي أمثلة عن هذا التلاعب، لكنه تحدث عن 600 ألف صوت تم التلاعب بها. على مستوى آخر وفي حدث آخر، اليوم كانت هناك جنازة الشاب الأمريكي من أصول إفريقية والتر والاس جونيور، هو كان قد قتل قبل أيام هنا في مدينة فيلادلفيا من قبل شرطة المدينة. والحدث الأبرز وقتها هي تغريدات دونالد ترامب الذي اتهم فيها سكان فيلادلفيا ومسيري مدينة فيلادلفيا أنهم لا يعرفون كيف يسيرون الجريمة، وقال عبارته الشهيرة law and order، يعني القانون والنظام، وذلك وقوفا مع الشرطة ضد أي طرف آخر. فاليوم كانت هناك مراسم الجنازة مؤثرة، تحدثنا مع العديد من أنصار جو بايدن الواقفين هنا خارج مكتب الفرز الذين يحتفلون، قالوا لنا إن هذا اليوم فيه رمزية خاصة بالنسبة إليهم، ليس فقط من فوز جو بايدن ولكن أيضا انتصار السماء كما قالوا لروح الفقيد والتر والاس جونيور. طبعا هنا الاحتفالات والاحتجاجات متواصلة طول الليلة، وكل في كل ساعة يزداد عدد المحتفلين المحتجين هنا في فيلادلفيا. مهند، شكرا لك رضا أبو شفرة مراسل سكاي نيوز عربية مباشرة من مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا. الآن إلى المقر حيث ستنطلق الاحتفالات الكبرى على ما يبدو هذا المساء، إلى ويلمينغتون في ولاية دلاوير حيث معقل الرئيس المنتخب جو بايدن. معنا من هناك مراسلنا أنس الصبار. أنس مساء الخير، من المتوقع أن يلقي السيد بايدن كلمة بعد أقل من 3 ساعات من الآن، كيف هي الاستعدادات وما هو المتوقع هذا المساء؟ على الأرض الاستعدادات مهند، تجمع كبير لأنصار جو بايدن هنا ووسائل الإعلام أيضا، لكن بالحديث عن المضمون فمن المتوقع أن يتحدث جو بايدن عن كيف سيحاول أن يوحد البلد، وهذا ما جاء في الرسائل التي أرسلها سواء عبر تويتر أو حتى عبر رسالة إلى أنصاره عبر الإيميل عبر البريد الإلكتروني. بالإمكان أيضا الحديث عن دعوة قد يوجهها جو بايدن، وقد سرت أنباء عن حملته بأنه يجري اتصالات داخل الولايات المتحدة يحاول فيها دعوة قادة جمهوريين إلى التواصل مع دونالد ترامب ودعوته إلى التنازل والاعتراف بالخسارة، بدلا من أن تدخل البلاد في نفق مظلم لا يعلم أين سينتهي ومتى سينتهي. وبالتالي فإن دعوة متوقعة من جو بايدن لدونالد ترامب بأن يضع حدا لحالة الحالة الموجودة الآن في الشارع، والتي يحاول من خلالها أنصاره تعزيز وجودهم على الأقل هنا في هذه المنطقة حيث نتواجد، وكما تبعنا في واشنطن لتأكيد أنه هو الرئيس المنتخب، وكذلك تؤكد نائبته كمالا هاريس التي غيرت حتى عبر تويتر صفتها وقالت بأنها نائبة الرئيس المنتخبة، وهي أول نائبة رئيس سيدة من أصول إفريقية ومن أصول آسيوية أيضا. نتوقع أن يستمر الحال على ما هو عليه خلال الساعات القليلة المقبلة،
وبعد ذلك عندما يخرج ويظهر جو بايدن ليتحدث إلى أنصاره فإننا نتوقع ربما مزيد عن ملامح المرحلة المقبلة وكيف ستتحرك إدارة جو بايدن وحملة جو بايدن التي حتى الآن لم ترد على الادعاءات التي تحدث بها دونالد ترامب سواء عبر تويتر أو من خلال فريقه القانوني الذي يطالب بإعادة العد في بعض الولايات ويطالب بعدم احتساب بعض الأصوات. إدارة بايدن وحملة بايدن رفضت التعليق على هذه التصريحات وحتى الآن ربما ترك الأمر عمدا لجو بايدن ليتحدث به عند الساعة 8 من مساء هذا اليوم. طبعا سنعود إليك أنس إلى ويلمنغتون عند بدء هذه الكلمة للسيد جو بايدن. شكرا لك أنس الصبار مراسل سكاي نيوز عربية من مدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير الأمريكية مقر الحملة حملة السيد جو بايدن. الآن إلى ولاية أخرى ولاية جورجيا من مدينة أتلانتا تحديدا ينضم إلينا مراسلنا إياد الجغبير. مساء الخير إياد. هذه الولاية ولاية كانت أيضا شهدت منافسة شرسة بين بايدن وترامب. ضعنا في صورة الأجواء هذا المساء. نعم مهند، الألاف من الأمريكيين المؤيدين للمرشح الديمقراطي أو دعنا نقول الرئيس المنتخب 46 للولايات المتحدة الأمريكية خرجوا من منازلهم إلى الشوارع احتفالا أولا بفوز جو بايدن، ثانيا هذه الولاية هي ولاية جمهورية دائما بامتياز، منذ ما يقارب 30 عام لم يفز فيها أي مرشح ديمقراطي، فهي بالنسبة إليهم الفرحة أكبر وأكثر من أي ولاية أخرى بالنسبة إليهم. قبل قليل قام المتواجدين في هذا المكان بإطلاق عدد كبير في الهواء من الألعاب النارية، لكنهم قبل ذلك طالبوا من رئيسهم المنتخب الجديد بأن يقوم بطرد دونالد ترامب من البيت الأبيض إذا لم يعترف بهزيمته. بالمقابل بالقرب من هذه المنطقة على بعد ما يقارب 2 أو إلى 3 أميال هناك أنصار لدونالد ترامب يقفون بالقرب من مقر حكومة جورجيا ويطالبون بإعادة فرز الأصوات ويقولون أن دونالد ترامب سوف يستمر بالحكم لمدة 4 سنين وأن هذه الانتخابات هي انتخابات مزورة ليس فقط على صعيد ولاية جورجيا لكن تم تزويرها في ولايات أخرى من خلال التعاون ما بين البريد والحزب الديمقراطي. هذه هي ادعاءاتهم ويطالبون بإعادة الفرز، وما يغذي هذه الادعاءات هو مشاركة عدد من قيادات الحزب الجمهوري في ولاية جورجيا في هذه التظاهرات التي تقف في الوقت الحالي بالقرب من حكومة ولاية جورجيا. شكرا لك إياد الجغبير مراسل سكاي نيوز عربية مباشرة من مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا.